الموضوع هو يعتبر ثورة زراعية في خلال 3 سنوات الأخيرة. كنا نعرف أن العالم يعاني من موضوع الأمن الغذائي، يعاني من التلوث، يعاني من قلة المياه. ليبيا ليست بمنأى عن العالم، بالعكس ليبيا تعاني زي ما يعاني العالم، وخاصة في الجو متاعنا احنا اللي فيه نعتبر يعتبر الجو متاعنا صحراوي أو شبه صحراوي.